من جديد مرحبا بكم في حال البلد، ومرحبا بكم في صالون سودانية 24، ومرحبا بضيفي السيد مبارك الفاضل. هذه حلقة تاسعة في سلسلة حلقاتنا التي نتتبع فيها مواقف بعينها، أحداث بعينها، كان للسيد مبارك الفاضل فيها دور كبير ومساهمة حقيقية، كل ذلك متكئا على شهادته التي دونها في كتابه ماذا جرى، أسرار الصراع السياسي في السودان. سيد مبارك مرحبا بك في هذه الحلقة. نحن بين يدي انقلاب 30 يونيو 1989، كانت الميزانية يومها حاضر، موضوع الميزانية بالنسبة لكم في الحكومة، كنت أنت وزيرا للداخلية، وبحكم هذا المنصب الكبير بلا شك كانت المعلومات تمر بين يديك. قصصت لنا في حلقة ماضية أو في حلقات ماضيات عن أنه كان بالنسبة لك في شواهد كثيرة جدا على أنه هنالك انقلاب يتم تدبيره، لكن القيادة السياسية تحديدا سيد الصادق لم يكن مقتنعا بذلك برغم الشواهد العديدة. ولكن دعنا يكون مدخلنا لهذا الحديث، لماذا لم يتم العثور على السيد مبارك الفاضل؟ أين كنت ليلة الانقلاب؟ الجلسة بتاعت جميع التأسيس انتهت تقريبا بعد منتصف الليل، جزنا الميزانية تكون 12 وربع ليلا، 12 ونص. أنا تأخرت شوية، دخلت المكتب عشان أتصل بالتلفون، أتصل بمنو صاحبنا اللواء صالح الدروبي، قال لنا ماشي معاك العرس. وكان موجود في الخرطوم؟ أيوه، هو كان مدير الشركة الليبية السودانية الغابطة، فقال لي انا ماشي معاك الزواج. زواج بنت اخونا دكتور عثمان محمود حسنين. لو تتذكر قلنا في حلقه سابقه كان بيدينا مكتبه. فانا كنت مدال له بانه امشي الزواج، رغم انه كنت تعبان مرهق جدا اليوم ذاك. اليوم كله كان عمل، وكان في غدا بتاع عمل مع وزير الماليه دكتور عمر نور الدايل. يوم الخميس. اي يوم الخميس 29. اي كان اليوم كله كان عمل، والجلسه كانت مسائيه وطالت. فلولا معزه الدكتور عثمان ولحى بالتليفون، ضرب لي تليفونات كثيره انه ما تغيب من الزواج. وابراهيم الكوباني هذا صديقنا، يعني صديق اولاد اخواتنا وكده، ففي علاقه يعني. فأنا طلعت دخلت المكتب أضرب لصالح عشان أقول له أنا بخشاك أخشاك للزواج وكده، ما التلفون ما زعفني. وطلعت زي الساعة 12 ونص من الجمعية، صادفت معي منه طالع في نفس الوقت المرحوم صلاح عبد السلام الخليفة. قمت سألته من البيت بتاع الزواج، وصفوا لي. فأنا كنت سايق براي، سايق عربيتي الخاصة. فطلعت لقيت الحاجز بتاع الشرطة في الكوبري عامل صف طويل، النواب طالعين وهو بيوقف الناس بيسألوا، كان في زي تشيك كده فقمت سبقت الناس كده، مشيت لي بتاع الشرطه قلت له يا اخي ديل النواب طالعين من الجمعيه، خليهم يمشوا بس ما يعني ما تعمل اجراءات. فخلاهم مشوا، انا مشيت على البيت على اساس انه اشوف زوجتي ماشيه تمشي معاي وكده. قالوا لي يا اخي الناس ديل طلعوا، ما نزلت من العربية، قالوا لي انا ديل مشوا وراهم. العروس هي حفيده الخليفة عبد الله تعيش. فمشيت على الزواج. دكتور عثمان احتفى بي، قعدت معه، جو عدد من الناس قعدوا معي من الصحفيين والكاريكاتيريست والبتاع، وقعدوا يتونسوا وكده. أنا وصلت هناك زي الساعة 1 صباحا على الزواج. المهم كان في مشكلة في ضيفوني، زواج كان فيه زحمة، فقدروا ما اجتهد دكتور عثمان ده يجيبوا لي
بيبسي كولا ويجيبوا لي عشاء ويجيبوا لي كده. اخذت وقت القصه دي يعني لغايه ما جابوا لي العشاء كده. فده زي الساعه 2:30 زوجتي جات مارقه لانه انا قاعد قريب للباب في الخيمه. شفتهم مشوا البيت، طلعوا 2:30 كده مشوا البيت. فانا قاعد زي الساعه 3:30 جوني راجعين. فيعني ود اختنا علي فاروق البرير شغال في الامم المتحده في القاهره. فجاني منزعج كده، قام وسوسني كده قال لي دقيقه يا خالد. فقمت معاه كده قال لي يا اخي فين غلاب؟ البيت محاصر. فقمت ما عملت اي يعني رد فعل. فجيت رجعت الترابيزه عملت زي كانوا في حي خاصه يعني. فقمت قلت له عايز نكون يا اخوانا انا مضطر امشي وكده. فمع السلامه مع السلامه ومشيت عادي يعني. فمشيت عادي. قمت اديت علي ده مفتاح عربيتي، قلت له ودي العربيه قريشه. ركبت في العربيه الجوبيه كان فيها زوجتي، فيها ود اختي اسمه صديق مهدي عباني، وفيها بكري عبد المجيد سكرتير سيد صادق الحالي. الحصل ان هم لما مشوا لقوا الجماعه قابضين الغفره وقاعدين. فاول ما وقفت العربيه جوا عليهم على اساس انه انا فلقوني ما انا. فدخلوا البيت، الوالده قامت قالت لهم الناس جيوا سالوني وانا قلت لهم الزول في زواج. قرتهم اي. فقالوا لها في حاجه دايرين نحميه. فقامت زوجتي تصرفت، مسكت السماعه تلفون، لقيت التلفونات مقطوعه. فالعربات اتحجزت في الباب الرئيسي شارع البلديه. هما الخطا بتاعهم ما عنده كان عندهم علم بانه في باب خلفي. في باب خلفي. يعني ده خطا قاتل. انك انت ما تدرس الخرطه بتاعت البيت، عندنا باب خلفي على الشارع الخلفي. فطلعوا بهم. فطلعوا بالباب الخلفي، دقوا للجيران الله يرحمه حسين عبد القادر مدير البنك التجاري. دقوا للجيران استلفوا عربيتهم لانه العربات هنا اتحجزت في الباب الامامي. جو بلغوني بالقصه بتاعت الانقلاب. انا قمت طوالي فكرتها الساعة 3:30 4 الا، قلت انا اتصل بفتح احمد علي يمكن هو ذاته يكون عامل ما تفاجأت الانقلاب. لما تفاجأت ما انا عارف انه الجو ملبد بالانقلابات. لانه يعني انا جيت لرئيس الوزراء وقلت له نقلب الترابيزه قبل ما يقلبوها علينا. عمل انقلاب مدني، الكلام ده قبل 3-4 يوم. قال لي بعد الميزانيه نناقش الموضوع ده. فجبت له التقرير اللي هو موجود عندكم. نعم. بالارهاصات جوا الجيش، وكتب رد قال لي ده وجهه نظر، لكن في وجهه نظر اخرى في المساله دي. فانا كنت مناقش الموضوع بتاع الانقلاب. ما عندي المعلومه منه. كان في الاعلان عن الانقلاب بتاع الزبير. وزي ما قلت لك النقيب شمس الدين انا عينته في جهاز الامن، اول تقرير جابه لي بانه هذه المجموعه المعتقله لا تشكل فريق متجانس للانقلاب. كانما ده عمل يعني اي. فاذا في حاجه في اخرين. نعم. فانا كنت الاجواء دي فيها يعني مقتنع بانه الجو. ركبت العربيه. فقمت ركبت العربيه. قطر الفتح قلت لا. كان شارع 60 ده. كان فيه ردميات لسه شغالين فيه. فقلت انا امشي لبيت اخونا المرحوم عصام ابراهيم النور، محمد ابراهيم النور صديقي في الجريف. فقلت لهم كده امشوا على بيت عصام. اول ما مشوا كده قلت لهم لا غيروا لف بجاي. فمشيت لبيت واحد صديقنا محامي اسمه حسن عبد الله عبد الهادي. حسن ده صديقي لكن ما زول عارف انه يعني في علاقه بيني وبينه. في الجريف. فمشيت خبطت لحسن استقبلني دخلت. رسلتهم للفريق عثمان. هل هو الفريق عثمان ده شنو؟ عثمان ودين الشرطه.
كان في لحظتها اي مدير الشرطه. مدير الشرطه رسلته ووصفت لهم بيته، بيته في شارع سيد عبد الرحمن. قلت لهم شو له؟ قول له في انغلاب، اعمل مناوره بالاحتياط المركزي. لانه انا فكرت قلت خلاص الساعه 4 انا لو مرقت حنقبض، يعني احسن انا امين رقبتي هسه بعدين نشوف الوضع كيف. رسلت لعثمان الفريق عثمان ومشيت امنت نفسي في المساله. طبعا حصل بعد ذاك التطورات، السيد صادق من قبض ايضا. طيب في تواصل بيناتكم؟ كان في تواصل بيناتنا عبر مناديب. هو معاه واحد من الانصار اسمه فضل. هو افلت كيف؟ هو افلت حسب ما الروايه سمعتها انه هو جا البيت متاخر. كان في المناسبه؟ كان في لا ما كان مفتكر كان في المناسبه. جا في النباوي صديق ابنه حسب الروايه الروالي، صديق لاقى الانقلابيين في الكوبري. فقام قال لي يا ابوي في انقلاب. قال لي ما في، انا هسه جيت. قال لي يا ابوي في انقلاب، بقول لك انا لقيت الناس ديل في الكوبري هم بيتغالطوا كده. الجمال انقلابيين جوا بالباب الشمالي في البيت. اي هم فوق فشعروا بهم بالقصة. فقام قال لي اهم جو. قام هو نزل طلع بالباب الشرقي. نزل طلع بالباب الشرقي، مشى برجلينه، مشى عنده استراحة جنب الدار، مشى الاستراحة دي فيها عربية هناك رجيبهم. مشى بعد ذاك يعني مشى لبيت واحد من اخواننا الانصار ديل قاعد معه، ثم انتقل لبيت في المهندسين. يعني كان ظاهر كان معدينه له. يعني كان في تواصل قلت بيناتكم عبر المناديب. اي كان في تواصل بيناتنا. وصيتك كانت له شنو؟ وصيتي له لانه رسل لي قال لي انا طلعت بيان وعملت كده وكتبت مذكره وكذا. قمت انا قلت ليه ما تعمل اي حاجه، اهم حاجه انك انت ما ملقوك، بس انت خليك يعني في محلك، ما تعمل اي تحركات، انا حرتب الخروج. فقام قال لي خلاص رتب الخروج، لكن هو ما سكت. كتب المذكره ورسل لعبد الرحمن فرح ورسل، قال لي رسلت لبشير عمر كان في ايطاليا يمشي اثيوبيا، ورسلت لمرغني النصري كان برا يمشي ليبيا، ورسلت يعني وطلع لي بيان، رسل وقال لي طلع المهم عمل حركات. وفي النهايه قام طلع من ام درمان جاء الخرطوم، والخرطوم انتقل من حته لحته، كان بيناتنا رسائل الى ان هو داير يغير المحله بتاعته، المحله اللي جه فيها اظنه لقاها ما مناسبه. قام مشى بيت اخته في شارع واحد الان فيه ميد لاب فيه اللابوراتوري المصري ده. ايوه نعم. مشى هناك ويظهر انه في زول شافه في فحسب ما فهمت انه كان راكب عجله. يبيع عجله في الحته، غير شخصيته ملامحه. في الحته دي لابس بنطلون وقميص صغير. فهم يا شافوه يا هو كان كلف عبد الرحمن فرح بانه يمشي يلاقي ناس مجلس الثوره يقول لهم في مذكره، وقال له تلاقيني في الامارات عشان تاخذ المذكره. عبد الرحمن فرح جاء الامارات وكان بيحاول يتصل يشوف وين عشان يستلم المذكره. عبد الرحمن فرح كان متابع، كان مراقب. فهم اقرب حته بيت اخته يعني، فجوا فتشوا البيت اللي جوه واعتقلوا في القصه دي. انا طبعا ظليت في الجريف فتره. كان العيد طلعت من البيت، مشيت بيت فاضي في الطائف قعدت فيه فتره العيد، رجعت الجريف تاني نفس البيت. كنت بتتحرك في ما بطلع مختلف. الا انا داير امشي اتحرك بالليل، الا اذا داير امشي يعني انتقل. لكن ما بتحرك من محلتي. فبطلع طلعت بعدك من الجريف، مشيت بحري
جنبات لبيت واحد صديقنا يعني أتذكر مشيت له فاجأته وكلمت حسن قلت لنا دي لي برا فيعني والله يرحمه توفى قريب ده فيعني كان موقفه قوي جدا طبعا في اللحظه دي يعني زول بفتشوا عليه الناس بتحصل لهم رهبه مع انه هو رجل اعمال وعنده مصنع وكده فناديته فجاني لما جاني في العربيه اتفاجئ كده قلت له بيتك كيف؟ قال لي بيتي الليله ما كويس لكن تعالي بكره وهسه ممكن اوديك المصنع طوالي هسه ممكن اوديك المصنع قلت له لا انا كويس برجع محلتي انت اجهز لي بكره فبكره جيته قعدت معه حل لي مشاكل لانه انا كنت برتب في الخروج في الاول رسلت ناس يشوفوا لي الطريق بتاع شرق السودان لانه اقرب لاثيوبيا فقالوا لي والله الطريق ده كله ملغم الناس منتظرينك في الطريق ده لو وصلت ريف القضايف الانصار بغادي يطلعوك ما قالوا لك ما عندنا مشكله لو جيتنا في ريف القضارف جنوب القضارف بنطلعك لكن المشكلة الخضة كله نازل منتظرينك فيه فقام الرسول رسلته سواقي الحالي ده الأخ إسحاق قام قال لي يا أخي ما نمشي بالغرب بليبيا قلت له ياخد الطريق بعيد وده الدللة وين الدليل صاحبنا موسى بتاع يونس قلت له موسى في جبل ميدوب عشان نجيب موسى هسه دي هتاخد وقت قام قال لي لا اخونا عثمان ده برضه من المجاهدين عثمان ابراهيم اخونا عثمان ده بيعرف قلت له طيب امشي جيبه لي خليني انا اتفاهم معه قام مشى لعثمان عندنا ناس ديل طبعا حربيين جدا انصار ديل فمشى لي فقام قال لي يا اخي اسمع قول لي سيد مبارك انا خلاص عارف الموضوع ما في داعي نتلاقى انا ذاتي معرض لاعتقال فانا بمشي بختفي لغايه ما تيجوا مارقين عشان ما يقبضوني وخلاص قول له الموضوع بس انت جاهز العربات الموضوع انا بتاع الطريق ده انساه في الحته دي فيعني بقينا في الموضوع بتاع العربات كان الانغاز بدايته قفلت السوق وعمل يعني وشددت الجازولين والايف كان في مشكله كبيره جدا بعدين اي عربيه دفع رباعي بيقبضوها ففي مشكله فجاء واحد صاحبنا قام قال بيسمحوا لعربات المنظمة الدعوة الإسلامية فقلنا هذا مش يجيب لنا ورقة المنظمة جاب لنا ورقة قمنا ضرب لنا ورقة لأنه دي عربات تحت المنظمة ماشية ضنقلة انتوا لقيتوا العربية بين ذاتها العربية ما عندي عربية بتاعتي عندي لان كروزر بيك اب بتاعي بتاع الجمعية فاللانكروزر ده قلت لهم انا دايما بخطط اهيد لما زوجتي جاتني في قالت لي الانقلاب طوال اديت الوصايا اعمل كده 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 من ضمن الحياه العربيه طلعوها البوكس طلعوه طوالي يعني خلوه برا البيت فطلعوه خلوه برا البيت بقيت محتاج لعربيه ثانيه حسن اللي انا قاعد معه قال لي يا اخي في واحد صاحبي عنده عربيه باترول داري بيها قلت له خلاص نشتريها منه وخليها عنده ف لحظه الحظ كان عندي قروش معي قروش يعني فاشترينا منه العربيه وقلنا له خليها عندك لغايه ما نجي نشيلها العربيه الثانيه اتخزنت عند جماعه هنا في الخرطوم فبقى العربات موجوده والجاز بقت الجاز والجبيرات القصة. لما جينا لأخونا ده في البيت سامعنا بنتناقش قام قالت مشكلتكم شنو؟ قلنا يا أخي داري الجاز قال الجاز عندي داري كم برميل؟ قلنا يا أخي كذا قال عندي خلاص أنتوا عرباتكم دي تيجي تحمل بس من المصنع
فحللينا مشكلة الجاز. المشكلة الثانية ما قدرنا نحلها الزبيرات. كنا لينا لساتق زبير، لينا صاجات للوحل، ما لقيناه، السوق مقفل ما لقيناه. فرتبنا المسألة من بحري جنبات، مشيت آخر ليلة بيت في مدرمان اللي قلت لك مع الضابط جاب لي المعلومات بتاع أخونا فيصل أبو صالح، كان عنده صداقة مع وزير الداخلية. أخونا فيصل لكن هو فيصل أبو صالح وزير الداخلية، يعني خلطنا بينه وبين مدني لكنه فيصل أبو صالح وزير الداخلية. فالعربات جهزت، طلعت من الخرطوم لبحري، حملت الوقود في نفس يوم الخميس كان ظنوه طلعنا. بعد كم يوم من الانقاذ يعني؟ بعد تقريبا يكون ما اغلى من 22-23 يوم. 23 يوم؟ اي. بعدين قنعوا منك ولا كانوا؟ والله فتشوا تفتيش. لكن انا كنت بفكر قدامهم يعني. يعني واحده من الاشياء انا فكرت فيها، انت دائما تفكر في حاجه ما بزول تفكر فيها. فكرت ارجع بيتنا، قلت حيتصوروا انه انا عملت مخاطر زي دي، يطريع بيتنا، يعني حيفتشوا حاجات ثانيه. هم كانوا يفكروا نفس التفكير. كل يوم الساعه 4 صباحا يطبوا عليهم على البيت، على البيت، على اساس انه انا في البيت. لكن انا فكرت التفكير ده، هم فكروا ايضا. فما شوف فتشوا بيوت اصحابنا، حتى انهم بيوت مؤجره، ما شوف في حته في واحده من البيوت بتاع صلاح ابراهيم احمد فتشوا السهري وكده. ف وصل السهري الحفره بتاع الصدى، وصلوا السهري. فقاموا لكن انا كنت يعني قادر، يعني اول شيء زوجتي كانت بتيجي تقابلني. التعليمات لانها هي انا في الجريف، بتمشي من درمان، من درمان بتمشي بحري، من بحري تاني ترجع الخرطوم حتى تجيني. اذا في اي زول قاطره تقدر تتخلص منه في الاثناء ده. فالزول الدايره بيقابلني، يعني انا حركتي بس محدوده، لما داير انتقل من حته لحته بتحرك. فطلعنا بعد 3 أسابيع وشويه، المشكله العربات تعدي، كانت التصاريح دي خدتنا، ما اعترضوهم في الكباري، في كوبري بحري ولا في كوبري شنبات، لغايه ما وصلوا مدرمان. مشكلتي الحي اللي كنت قاعد فيه، حي شعبي، اخر يوم ده الناس بيقوموا يحطوا كراسيهم برا يقعدوا، بينزل بيرجعوا بتين، بيخشوا بتين وقت المسلسل الساعه 8. فقلت لهم العربات تنتظرني جنب الاحفاد. فالساعه 8 الجماعه دخلوا للمسلسل. انا مركت من البيت، مشيت على العربات جنب الاحفاد، مشوا قدامي، معاي منو معاي، ما هم الجماعه معاي الخمسه اشخاص اللي كانوا في العربات. فمشيت تلاقيت معهم، ركبنا العربات، طلعنا، مشينا بالطريق بتاع دونغولا. طبعا اول ما طلعنا من خرطوم ذاته، طبعا عملنا استكشاف للطريق من مبدا لغايه ما تصل طريق دونغولا. الاستحكامات ممكن تكون وين، النقاط ممكن تكون وين، يعني كلها دراسات عملناها. يعني في وجه شبه بينه وبين خروج السيد الصادق بعد ذاك؟ خروج السيد الصادق متاخر ديك، اي دي تحت دون ولا اي ديك عملناها. ديك كانت عملنا فيها تجارب. جبنا عبد الرحمن اجتمع بيه دكتور عمر في الحدود ورجعنا، فعملنا تيست للطريق. فالطريق ده بتاع تحت دون ده بتاع الرشايدة، يعني هم ملوك الطريق هذا.
فعندنا الرشاية ده الجناح بتاعنا بتاع الحزب هو اللي تولى المسألة دي. واحد أخونا نفس اسمه محمد صالح الغريب اللي رسل لي رسالة. فهي طلعوا عادي من الخرطوم وبيمشوا بالطريق بتاع شندي ده. بعد ذاك بيطلعوا الخلا عشان طريق البطانة ده بيجوا الجماعة بسقوم من منطقة هناك بيدخلوهم بالسريف بيمشوا بيقطعوا الطريق الغومي بعدين بيخشوا الحدود الأريترية. فبتاع سيد صادق ده كان مدروس يعني ومجرب الطريق، لكن أنا طبعا طلعت بطريق خطر يعني لأنه أنا مشيت طريق دنقلة لغاية الدبة ومن الدبة شاققنا ساكت شمال غرب ما في طريق. يعني حتى لو شفت بعض الصور هنا جبال اضطرينا نطلع بنمشي نقيس بالرجلين نشوف كيف الجبل ده نطلع وننزل منه يعني الجبل ده. فطريق ما مطروق ما فيه عربات اصلا يعني ما فيه حياه. فنحن مشينا بهذا الطريق في 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 اليوم الاخير مشينا شمال كثير لقينا نوصل في الحدود المصريه لانه لقينا علامات تاعت حدود براميل كده. فلما كان عندي خرطه لما عندي الخرطه اتضح لي دي الحدود المصريه فعملت قياس كده بالمسطره للمسافه وكده غدرت انه 60 كيلو نرجع 60 كيلو يعني عديل وبعدين نغرب انه دي الحدود دخلنا الحدود المصريه نرجع ونمشي موازي للحدود الليبيه. ففعلا رجعنا 60 كيلو لما مشينا 300 وشويه كيلو بدت لنا اثار عربات. بعدها لقينا يافطه 400 كيلو لقينا يافطه ليبيا اللي هو جبل العوينات وجبل كساب يعني. فاخذتنا ثلاثه يوم كنا بننوم بالليل من 6 بنرقد ساكت في الرملة. صباح بنقوم 5 صباحا بنمشي لأنه ما في طريق. فبعد 3 يوم وصلنا 1000 أنا حسبتها بالكيلومتر 1400 كيلومتر المشوار. الليبيين كانوا توقعوا مجيئك؟ نفس الشخص اللي كنت قاعد معاه ده جا مسافر لأوروبا وأنا قاعد في بيته. فديته تليفون قلت له أضرب اليوم قول لهم انا جايكم في تقديرا كده. طبعا الليبيين ما شفقانين. فلما وصلنا قاموا ناس الحدود قالوا لي يا اخي احنا وصلنا زي يوم 3 افتكر. فناس الحدود قاموا قالوا لي يا اخي احنا يوم الاحد مرقنا نفتش عليكم في جوا السودان. كنا عايزين نستعمل هليكوبتر قلنا يمكن نكشفكم. طلعنا بالعربات عملنا استكشاف كده ما لقيناكم. يقول لكن انا قلنا لكم يوم الاحد قلنا لكم بعد يوم الاثنين يعني الاثنين وبعد بعد الاثنين. فكان عندهم خبر في اليوم ده كان لانه زي ما قلت لك احنا لما جينا دخلنا مع المغرب فيظهر انه الحدود بيقفلوها في المغرب. فانا ماشيين شايف نار في الجبل زي ضرب نار تحذير. فقلت لعثمان ده سايق العربية قلت له عثمان أجيف في ضرب نار. قال لي لا ما قلت له لا أجيف. فلما وقفنا سمعنا الطلقات والنار في الجبل فرفعنا يعني هدم أبيض وقفنا. فجاتنا عربية فيها شاب. الشاب ده كان شايل القنبلة اليدوية في يده وكده ومتحفز انه يمكن ده يكون يعني التحام ولا كده. فقلنا ليه احنا كده وكشفنا عن هويتنا وكذا. فقام قال خلاص خليكم هنا الناس زي المغدين استعداد بتاع قتال لغايه ما انا امشي اكلمهم بعدين اجي اسوقكم. فوقفنا. اللذيذه الشاب من الموقف ده عطش يعني ريقه نشف قام قال عندكم مويه؟
ونلاقي عندنا مويه، فعندنا تلج سايع في الحفاظه، فديناه كوز بتاع مويه بارده كده شربه ومشى. لما جانا راجع وساقنا دخلنا النقطه بتاعت العوينات، قام يسالنا قال المويه الحلوه دي جبتوها من وين؟ مويه النيل. قلنا دي مويه النيل. المويه قال الحلوه دي جبتوها من، طبعا المويه هناك يعني ما عندها مذاق. انا قلت هسه اليوم ذاك للوالي، قلت له انتوا دارين دخل ليه ما تعملوا ما تصدروا مويه النيل السودانيه دي للخليج والمناطق دي؟ بيصدروا ايفيان من ليك ايفيان من سويسرا، بتجي في المنطقه هنا وتجل. ما في احلى من مويه النيل دي لاتوالي والخرطوم. قلت له ليه ما تصدروا مويه النيل الازرق ومويه النيل الابيض دي تصدروها للخليج، تعملوا لها تعبئه صدروها، لان هي احلى من اي مويه يعني بتجي من اي جهه اخرى، عندها خاصيه. انا مذكر التعليق بتاع الليبي ده قال لي المويه الحلوه دي جبتوها من وين؟ يا سلام. فهو بعد ذاك بيتنا الليبيين قالوا نوديكم بالليل ده، قلنا لهم لا خلونا قاعدين في نبيت معاكم هنا. ابيت ليه؟ عشان ابيت لانه هم مجانين في السواقه، والمناطق دي مناطق بتاعت سيوف، السيف فيها قدر عمارة 5 أدوار ولا 10 أدوار، سيف الرملة في جبل الرملة يعني بسموه سيف، وهم مجانين في السواقة. فأنا قلت يا أخي قطعنا المشوار ده كله، اللي بيني يقلبونا في من الهوينات للكفرة أخير يظن بيت الصباح احنا حصلين شنو؟ ما عندنا حاجة نحصلها، فخلينا نبيت قبلنا ونمشي بالنهار يعني، ما في عجله في المساله دي. فكتر خيرهم يعدونا سراير وكده واكرمونا الليله دي، بيتنا معاهم والصباح قمنا الظهريه كده تحركنا براحتنا مشينا. وطبعا اليمين غريبين طبعا، انا زول جاي هارب، قابلوني بسيرينا في طرف الكفره، السيرينا ماشي قدامي وي 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 لغايه ما وصلوني استعملوا استعمال رسمي لغايه ما وصلوني استراحه. فممكن تتوقع منهم اي حاجه الليبيه. طيب ها بعد ذاك الحصل شفت قابلت القياده الليبيه الحصل عملنا دعوه الحاكم في اللحظه دي، وين في واحد من المحطات انت كشفت عن هويه الانقلاب، كان الرئيس عمر البشير في ليبيا لحظتها، وانت ارسلت رساله ل لا ذكرناها في لا الحال. انا قاعد في الاستراحه في المساء فتحت لندن اخبار لندن 8، سمعت انه الرئيس البشير وصل طرابلس، فقام الحاكم بتاع الكفره ما احنا جينا زي العصريه كده ارتحنا وكده، قال عايزينكم عشاء، عمل لنا عشاء، فمشينا له في العشاء في بيته. فأنا كنت سمعت الأخبار، قلت ليه أنا غير أوصل رسالة للعقيد، فقمت كتبت الرسالة عن هوية الانقلاب، وصله هو بالراديو يعني وصله اليوم أنه الانقلاب ده تعجبها الإسلامية كذا 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 كذا، المعلومات أنا تأكدت منها في آخر ليلة في مصدر فيصل أبو صالح عن الانقلاب، فوصل للعقيد. فيا لو قلت لك طبعا اليمين ممكن يتصرف اي تصرف، خلصنا من العشاء الساعه 12 بالليل، قام قال الجماعه قال تجون في سرت وانا ماشي بنغازي دلوقتي نمشي سوا، وبعدين الطريق بيفرق انتوا تمشوا سرت وانا امشي بنغازي، كيف نمشي؟ قال بالعربات، ركبنا معه ركبنا العربات بالليل داك سايبين الليل كله لغايه الصباح، يعني مشوار بعيد، جينا في يعني تقاطع الطريق بين بنغازي وسرت، ودعنا مع السلامه انتوا امشوا على القياده في سرت، مشينا سرت ما لقينا خلا، ما لقينا زول، لقينا زول الامر القاعد، يا اخي احنا قالوا لنا تعالوا هنا العقيد عايز يقابلنا هنا، عمل اتصالات وقال لا ما موجود، قال لهم امشوا طرابلس، في النهايه انت هنا مشينا من الخرطوم طرابلس بالعربات. فواصلنا
وصل الطريق طرابلس. فزي ما قلت لك الاتصال كان مع اللي هو صالح الدروقي، فضربنا له تليفون وقلنا له يا اخي احنا جايين، فما بنعرف زول الطرق. فقال خلاص تلقوا دانا معلم، انتظروني في المحله دي. صالح مش خلينا في الخرطوم؟ لا ما رجع، رجع بعد الانقلاب. اي نقلوه. ايوه نقلوه رجع، لانه هو اخر ليله انت ارتسقوا معاك العرس. اي لا رجع. رجع ف اداكم المعلم صالح الدروب؟ ادانا المعلم. لقيناه في المعلم، ساقنا على بيته، فمشينا مشيت بيت معه في بيته، قعدت معه يومين ثلاثه، بعدين انتقلت مع واحد زميله تاني اسمه بوشريده من الضباط برضو الاحرار، اللي كان اسرته مسافره. فقام قال لي يا اخي، هو اصحاب زملاء، فقال لي يا اخي تعال اقعد معي. فانا صو قاعد براي على قال تونس كده، فجيت قعدت مع اخونا بوشريده في بيته. رسل لي بكر يونس، رسل لي طياره قال لي تعالي في بنغازي، فمشيت لي في بنغازي، حكى لي اللقاء مع الرئيس البشير، وقال لي قذافي كلمون قال لهم انت وصلت، و قال لي انا ما كنت داير اتكلم لكن هو قام كلمون وما توقعوا انك انت وصلت. الموضوع ده زي أربكم شوية. فالمهم يعني حكينا بالحاصل وكده، وقال لي مرحب بيك وكده، وبلد بلدك وانت رايي لأخونا وكده. انت قلت لي في حلقة سابقة اوديك وعندي بيتي في القرية المغربية في طرابلس تحت تصرفك وكده. قلت لي في حلقة سابقة انه العقيد لما قال المعلومة للرئيس عمر البشير زي داري يقول له انه انا عندي كرت يعني. اي هو كان القصد كده. طيب شو الكرت يعني في اللحظة دي؟ هو سأله عن هويته برضو، انت قلت لي عن هوية الانقلاب. اي عن انتو جايين لشنو؟ انت بعد ما سربت لي المعلومة بأنه اي حاول الإسلام. حاول يعمل يعني كروس اكزامينيشن، اعمل اختبار بالمعلومة انه عشان يعرف. فالرئيس البشير كان متحفظ بس شبك في قصه الانغاز. قام قال لي فكركم شنو؟ ايديولوجيتكم شنو؟ عقيدتكم شنو؟ البرنامج يعني حاول يبحث وكده. فالرئيس البشير اتمسك بالاكليشيه كان موجود انغاز وكده، وابى يدخل في طبعا ما كان يعلم انه الغزافي عنده معلومه. يعني طبعا هويه الانقلاب نفسه ما كان ودوره كان مخفي عند اللحظه دي. اي ما يعلم. انت طلعت في البي بي سي برضه؟ طلعت في مقابله البي بي سي ده في بعد ما وصلت لندن. انا طلعت من ليبيا في 17 اغسطس. ما قابلت الغزافي بعد بكر يونس؟ لا لا ما قابلته. ما قابلته. ليبيا ما كان عندها تصور انها تعمل شنو بوجودك يعني؟ ما كان في تفكير لعمل ما يعني ضد الخرطوم ولا اللحظه دي كانت استكشاف ولا؟ لا لا لا، فهمت من ابو بكر يونس بعد ذاك انه ناس الجبهه الاسلاميه يطلبوا منهم سلاح قبل الانقلاب. غريب. منو من الجبهه؟ فقال لي يطلبوا مننا سلاح. اش كانوا بيتصلوا بالجبهه في الوقت ذاك من الجبهه عندهم علاقه مع ليبيا، عثمان خالد، مهدي ابراهيم، سنوسي، دي الجهات اللي كانت عندها علاقات مع الليبيين. لكن هو ما قال لي منه، لكن قال لي يطلبوا مننا سلاح قبل الانقلاب يعني. فهم كانوا زي منتظرين يشوفوا الموقف، يدرسوا الموقف، يشوفوا التطورات كيف، ما مستعجلين للموقف. طيب ما مكست في ليبيا بعد ذاك؟ بعد ده ندخل على مسألة دخلت تكوين. انا دخلت ليبيا
قول في حوالي يوم 25-26 يوليو، كويس؟ طلعت منها 17 اغسطس اول رحله لي الى لندن. لا، اسهل طريق كان بالنسبه لي سويسرا. سويسرا، لانه الليبيين ما بتقدر تلقى تاشيره الا لسويسرا. طيب قصه حصولك على التاشيره البريطانيه كانت لذيذه، لانه انا مشيت سويسرا عشان ارتب قصه تاشيراتي الثانيه، لانه النقطه الوحيده اللي كانت ممكن ادخلها اوروبا. فقمت ضربت جبت تليفون السفاره البريطانيه، اتصلت بسفير البريطاني، كان ما في رد عليه الغايم من الاعمال اسمه قلتي في الخرطوم، السفاره البريطانيه في الخرطوم. فقلت له يا اخي انا فلان الفلاني، فتفاجأ لانه كان اشاعات كثيره عني، انضرب اتقبط ما اعرف يعني. فقام قال لي ردت كده: مبارك الفاضل المهدي. قلت له يس. فقاعد يرد: وات كان اي سي تو يو، اقول لك شنو؟ وات كان اي سي تو يو سير. فردت كده ثلاث مرات: اي كان اونلي سي تو يو جود افترنون. ممكن بس اقول لك مساء الخير. مساء الخير. اي. فقلت له شوف انا داير لي تاشيره انا في سويسرا. تفتكر انه هم زي تفاجئ لانه انت حسب المعلومات اللي عندهم يا مضروب يا مضبوط يا كده. فقلت له داير لي تاشيره، لانه لو مشيت للسفاره حيقول لي الشروط تكون مغيم في سويسرا او تاخذ من سفارتك. عشان كده اتصلت بيه. كان يوم خميس نص النهار، يوم الجمعة اتصلت بي القنصلية البريطانية قالت لي تعال شيل تأشيرتك. فلما جيت اشيل التأشيرة قاموا قال لي وقع لنا تعهد بأنك ما تشتغل سياسة. غريبة. قمت قلت لهم كويس، قلت لهم أتعهد أنه أحترم القوانين البريطانية. جيت ذاتي أشطر منهم. القوانين البريطانية ما بتمنعني. يعني أنا أحترم. طيب بداية التفكير في التجمع الوطني، بداية التفكير في عمل لما انت داير داير البي بي سي، البي بي سي كانت لما انا وصلت لندن تقريبا في يوم 28 اغسطس البي بي سي عملت معي لقاء اعلنت فيه هوية الانقلاب، وده استقبلوه الجماعة في كوبر والدكتور حسن الترابي سمعوه سوا. وهسه في واحد من اخواننا اللي كانوا موجودين اخونا ابراهيم شالي هباني وروا لي القصة. قال لي دكتور حسن الترابي قال ايوه العلمانيين الجد ظهروا. لانك انت قلت هذيك انقلاب الجبهة الاسلامية الغومية. ده كان في حوالي يوم 20-21 اغسطس 89 من البي بي سي. انا اعلنت الهوية بتاعت الانقلاب. يعني المصريين ما عرفوا هوية الانقلاب. وبناء على التكتم التم المصريين قدموا ضمانات او ما بقدر نقول نصائح لدول اخرى زي السعوديه وغيرها بانها تعترف بالانقلاب. المصريين لانه ما سمعوا روايه بطرس غالي. بطرس غالي قال لي الفرنسيين بلغوني بهويه الانقلاب. بعد كم؟ اول من عرفوا. بعد طوالي. كان عندهم مصدر قوي. عرفوا فبلغوا بطرس غالي باعتبار انه عنده علاقه معهم، كان وزير الدوله الخارجيه وطبعا زول فرانكوفوني وكده. فبلغوا ففي مجلس الامن الوطني او القومي في مصر قام بطرس غالي قال المعلومه. ناس الاستخبارات غلطوا قالوا لي لا، لانهم كانوا متحفزين ضد النظام بتاع صادق المهدي ومندفعين لعملية التغيير، وانطلت عليهم الفكرة بتاعت انه الزبير وكده وانه الزبير ده زوله يعني حسب المفهوم. فكانوا متحمسين ناس امين النمر اللي هو كان وزير الرئاسة مدير الاستخبارات فقد وظيفته نتيجة للقصة دي فيما بعد. فبطرس غالي حكى لي قال لي انا قمت قلت لهم الانقلاب ده بتاع الجبهه الاسلاميه.
قال لي دير رفضوا الكلام بتاعي. قال لي في النهايه قام حسني مبارك قال لي يا بطرس انت عندك حساسيه زايده عشان انت ابطي. قال لي مش كلام الاستخبارات. وفعلا مصر سهلت للانقلاب الاعتراف على السعوديه. كلموني المصريين قالوا لي الرئيس حسني مبارك اضطر يتصل 7 مرات بالملك فهد عشان يقبل اعلان قبوله ترحيبه بالنظام. كان بطلب من الخرطوم. طلب من الخرطوم بالحاح شديد. انه لم تخلي السعوديه تعترف بينا. فقال لي 7 مرات. قال لي الملك فهد ما داير. قال لي بالالحاح المصري الشديد المره السابعه حتى قام طلع بيان بتاع اعتراف. قاموا متحفظين يعني السعوديين. انت اشرت برضه في الكتاب الى رجل جل السفير المصري من الشرطه وكشف هويه الانقلاب بناء على تسجيلات. عميد جل الغنصل المرحوم احمد رجب اللواء احمد رجب توفى. مصدر المعلومه منه؟ كان هو الغنصل احمد رجب نفسه. قال لك احمد رجب قال لك كده كان هو الغنصل. وبعد ما رجع من هنا بقى مدير الاداره الافريقيه في الاستخبارات. فحكى لي الروايه. قال لي انا احنا مؤيدين النظام 100%. قال لي جيت يوم الجمعه المكتب قال لي نبهت على دخلت بالباب الجانبي ونبهت على السكرتيري قلت له سأل مني زول قول لي ما موجود. قال لي بعد شويه قال لي في زول بيسال منك. قلت له يا اخي انا ما قلت لك تقول انا ما موجود؟ قال لي يا اخي الراجل اللي شافك انت داخل. فقام قال لي خلاص جيبه. قال لي جاني واحد لابس جلابيه وعمه. قال لي يا اخي انا العميد فلان فلان ما بتذكر الاسم يعني من الشرطه. انا ما عايز منك حاجه يا اخي. انا جاي اخدمك. انتوا الناس المؤيدين نونديل شوفوا بيعملوا فيكم شنو. قال لي اداني تسجيلات. الشرطه واضح انها كانوا جماعه معارضين. وعرفوا المعلومه وغرروا انه يمشوا يداهموا المحل. فداهموا المحل واخذوا المعلومات وعشان كده قاموا ودوها لاحمد رجب. فاحمد رجب قال لي الموضوع ده اللي عمل التغيير في الموقف بتاعنا. فقال لي مشيت لدكتور نافع كان مدير الجهاز. كان مدير الجهاز. فقال لي قلت له انتوا بتتامروا علينا وكده. فقال لي لا ما بيحصل ما حاصل. قال لي قلت له كيف ما حاصل يا اخي؟ اسمع الشريط ده. فقال لي دكتور نافع انفعل انتوا بتتجسسوا علينا. قال لي قلت له يا اخي انا بحمي في امن بلدي. انا ما جسس عليك جس عليك في شنو؟ فقال لي دي اللي عملت التيرنينج بوينت عملت التغيير في الموقف المصري. التغيير في الموقف المصري. ده في نهايه التسعين. ليه؟ لانه انا بتصل بالمصريين ما دايرين اجي. في يناير 91 ضربوا لي تليفون في مكتبي في لندن. انا كنت في هذه الصباغه. فقالوا لي فقالوا عايزيني مدير المخابرات المصري محمد عبد السلام اللي هو محمد عبد السلام ضروري يتصل بينا. فقاموا كلموني في اديس وضربت له يا سعد اللي هو مالك في شنو؟ ما ليس انا ما داري اني اجي. فزياره ساكت ما في. فقال لي بقدم لك دعوه. جدا. فمشيت في يناير 91 جابني من النمر مليان لانه شال القفه طبعا. فبقى عايز يتفشى في القصه بقى مزنوق. فقام ساكني وداني لحسني مبارك. فحسني مبارك كان محموم من الصايغ المهدي. قام حكى لي قال لي صايغ المهدي انا دخلت بيتي وعملت له ومع اسرتي يقوم يسيء لي
ويعمل لي وكده. أسألي لجالي السودانية في يوغوسلافيا في بلغراد وكده. قمت قلت له منو قال لي كلام زي ده؟ بلغراد ده أنا كنت موجود ولا كان في جالية سودانية جونا ثلاثة أربعة طلبة ولا كان في اجتماع مع جالية سودانية. مين قال لك كلام زي ده؟ قال لي ما هو التقارير وصلتنا. ففي خياطة طبعا في القصة. المهم فهو طبعا الشخصية لذيذة جدا. قام قال لي هو فين دلوقتي الصادق المهدي؟ قلت له معتقل. قال لي استاهل. اسمع النفي بتاعك ما جا في بالي. ده كان بداية التفاهم بتاعنا مع المصريين. عملنا اتفاقية انه نفتح مكتب انه يكون في علاقة بيناتنا وكذا، وفعلا فتحنا المكتب. في الختام يعني انا حاجة لموضوع مصر والعلاقات الخارجية، صحيح الميثاق ده جاكم في من الخرطوم؟ جاكم في هلاي في كرتونة ولا جاكم في جبنة؟ في جبنة. جبنة؟ اي كيف؟ مرسلنا واحد من ناسنا من الرياض من السعودية. احنا كنا متابعين التطورات، انا كنت متابع التطورات في هنا عن طريق اخونا بروفيسور يونس عبد الله مختار. في اللي هو مسؤول الحزب كان في الخليج في جدة. اول زول انا رسلته لما وصلت ليبيا قلت له امشي شوف لي جماعة توجهاتهم شنو وبيقوا على شنو. فجاء السودان عمل اتصالات مع ناسنا هنا ورجع جدة اتصل بي قال لي نازل شغالين في الميثاق، اول ما ينتهوا بيبلغونا. قاموا بلغوا قالوا له الميثاق انتهى. فرسل واحد من الكوادر عندنا من اخواننا من جزيرة لبن، فرسلوا استلم الميثاق. الراجل كان عم غري فدخلوا جوا الجبنة، اشتري له جبنة ولف الميثاق دخلوا جوا الجبنة شال الجبنة معه وعادي طلع بها. طبعا الزمن ذاك ما في فاكس، ما في ايميل، ما في اي حاجة، المسألة صعوبة يعني الا تتصل بزول مباشرة او كده. فجابوا لنا فانا نشرته في الشرق الاوسط في اكتوبر 89. نشرنا ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي اللي اشرفت عليه اللجنة، اتفقوا عليه في كوبر واشرفت عليه اللجنة برا، يعني من حزب الأمة كان فيها محمد عبد الله الدومة، فيها احمد مخير احمد كوريا، وفيها مهدي داوود الخليفة واخرين من الاحزاب الاخرى كانوا بيتناغموا مع الناس جوا كوبر. وصلوا لهذا الميثاق، دي كانت البدايات. طيب نحن في الحلقة القادمة نشوف تفاصيل شوية، لأنه أزمة الخليج فعلت يعني أدتكم فرصة، الأثيوبيين برضو أنت سربت لهم معلومات غيرت في موقفهم شوية، الليبيين طبعا الجماعة دي قدروا عملوا معهم خط أنت طلعت بعد ذاك. فنشوف ظروف وملابسات تكوين التجمع الوطني الديمقراطي والخلافات التي كانت فيه، طبيعته نفسها والتكوين الداخلي. وأنا أذكر هنا العبارة التي قالها الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد عن مؤتمر أسمرة للقضايا المصيرية، قال عندما نظر في الوجوه في القاعة قال عبارة، قال وبدأ للسودان يتيما بلا أب، فكيف كان ينظر سيد مبارك لمؤتمر أسمرة وتفاصيله والنهايات التي انتهت لي. كل ذلك حيله إلى حلقتنا القادمة. شكرا لك سيد مبارك. شكرا. وشكرا للسادة المشاهدين حتى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.